بما اننا بنتكلم عشان نقفل قصه الاداره، الحقيقه انا اتكلمت من كام يوم او من 3 4 ايام على الاداره المحترفه. معنى الاداره المحترفه ان انت كمدير فني في اي لعبه، اهل كوره، سله، طايره، قدم، اي حاجه. ما هي الكوره هي قدم، ماشي. كره القدم. كره القدم، في اي لعبه من الالعاب بتلبي احتياجات المدربين، وبالتالي احنا عندنا، اعتقد ده وجهه نظري، عندنا اداره محترفه تستطيع ان تلبي ما يريده قطاع الكوره وقطاع النشاط الرياضي بالكامل، وبالتالي الاستحواذ على كافه البطولات واسعاد جمهور النادي الاهلي. هو دايما الاداره السليمه بتراعي او يبقى عندها نظره مستقبليه، يعني مش بس بيبص تحت رجليهم، لا كمان بيفكروا في المستقبل القريب والبعيد. لان في النهايه طول ما انت بتشتغل انت محتاج تدعيم واكتشاف للكوادر، يعني قد يكون احد العناصر متالق ومفيد جدا لكن لم يحصل على الفرصه. صحيح، وده شيء مهم جدا. يعني حتى زي ما شفناها على مستوى اتحاد الكوره مثلا في جزئيه تعيين اتاخر قوي للكابتن احمد الكاس مثلا. يعني صحيح، يعني احمد الكاس اسم كبير اسم كبير جدا كلاعب وكمدرب، بس احنا بنقول ايه، ان تتاخر خير من ان لا تاتي. صح، يعني فلكن تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. بالظبط. لكن بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان نظام العمل يعني مواكب قوي وبيشتغل بحس يعني مستقبلي جيد جدا. وده على فكره اللي بيخلي دايما في حاله اطمئنان عند الجماهير وعند الاعلام من انه النادي الاهلي بيستمر دائما في العطاء حتى على مستوى البطولات. لانه في تواصل الاجيال. صحيح، وده شيء مهم جدا جدا. استاذ محمود، اداره محترفه تعني بطولات واسعاد جمهور. إدارة محترفة تعني موسم 10 من 10. بالظبط، إنجاز كبير جدا. ولولا الإدارة المحترفة أنها أعطت لكل شيء يعني حقه ما كانش حصل لك التوفيق. لا، ما هو برضه، معلش يا أستاذ محمود، ما هو ده يودينا حتة تانية. يعني أنت مش معنى أن أنت تبقى، يعني إحنا خسرنا دوري السوبر الإفريقي في بداية، هل ده معنى لا؟ لا، أنا بتكلم على أنك أنت في نجاحك في الموسم الماضي أنك أنت أديت لكل عملت نهضة كبيرة جدا. موسم استثنائي. طبعا السنة اللي يعني عملت، يعني عملت أنا بصراحة صراحة طبعا انا بأشفق على اللي جاي. لا طبعا، على اي حد جاي ما تشفق عليه طبعا. انت النهارده عملت الموسم الماضي اكثر من رائع على قطاع الكوره، 10 على 10. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كبيره جدا. دوري ابطال افريقيا مثلا، السنه انت بدات حصل لك اخفاق في بطوله السوبر الافريقي، دي كانت برضو شو انا شايفها ان لها ايجابيات وليها سلبيات، وايجابياتها اكتر من سلبياتها. انا بتديك دافع وبتديك جرس انذار قبل المعترك الاهم. فاعتقد برضو انه الاداره المحترفه برضو بتفكر في اللي جاي بكره. يعني ايه، ما تنتظرش. يعني انت النهارده عندك تفوق، انا بتكلم دلوقتي على الشغل اللي انا هعمله السنه الجايه عامل ازاي في قطاع الالعاب المختلفه. يبقى عندي مثلا لم يحصل توفيق النهارده للفريق في نصف النهائي بطوله البطوله العربيه، اما فريق سلا المغرب الناس زعلانه، كان نفسها تروح للمباراه النهائيه زي السنه اللي فاتت برضو وخسرناها في ظروف، والسنه اللي قبلها فاعتقد اللي فزت بيها برضو هنا في برج العرب. فاعتقد انه في حاجات بتديك كده جرس انذار مبكر، لا استعد الموسم هيبقى صعب، الحفاظ على القمه مش سهل، التفكير في تدعيم القطاعات مختلفه شيء مطلوب ولابد يكون في شيء من الاستمراريه. انا كده بتدق الكوادر المهم سواء على الكوادر الاداريه سواء كوادر فنيه. فاعتقد انه لا، هيبقى في على فكره جمله عمل كبيره جدا وخليه نحل داخل النادي الاهلي، خاصه انه الفتره دي عندك توقف هينتهي يوم 16، هتطير الى تنزانيا يوم 18، بتجمع لعيبتك من كل حته، من هنا من طوكيو، من هنا من جنوب افريقيا، وبيرسي تاو الراجل ما راحش مثلا واعتذر عن المعسكر، والراجل مدرب بهاجمنا بتاع منتخب جنوب افريقيا. عندك ديانج، عندك كمان السبع لعيبه اللي هيجوا لك من الامارات، عندك اللعيب الفرقه لما ترجع تتجمع. يعني عاوز اقول لك ايه، زي ما احنا قلنا انه هيبقى موسم صعب في ظل كثره الترحال. صح، ماشي. وركوب الجو امر مرهق، الناس فاكره انه سهل، امر مرهق على اي حد، على الانسان طبعا، على الرياضي ما بالك، يعني على الانسان العادي ما بالك على الرياضي كمان. فاعتقد انه كابتن اسلام لا، اداره السنه دي انا شايف برضو هتواصل العمل وهتبرهن
على انه اللي اتبنى اتبنى صح وتاسس ليه يعني. والامل كبير جدا ان شاء الله في توفيق ربنا في التوفيق خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله، ويمكن بطوله الدوري الافريقي هتبقى ان شاء الله بشاره خير للفريق باذن الله تعالى.